ونحن في شهر القرآن نقرأ الفاتحة إلى روح المهندس أحمد عبد الحليم مشهور، وإلى الحاج عبد الرحمن مشهور، وإلى جميع موتى المسلمين. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل وإليه المصير. سبحانك ربنا سبحانك، فأنت الأول فلا شيء قبلك. سبحانك ربنا سبحانك، فأنت الآخر فلا شيء بعدك. سبحانك ربنا سبحانك، فأنت الظاهر فلا شيء دونك. سبحانك ربنا سبحانك، تعلم دبيب النملة تحت الصخرة الصماء. سبحانك ربنا سبحانك، فأنت الأول بلا ابتداء. سبحانك ربنا سبحانك، فأنت الآخر بلا انتهاء. سبحانك ربنا سبحانك، يا من رفعت السماء وجعلت لكل داء دواء، وجعلت لكل جرح شفاء. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما على النبي العدنان، صلاة وسلاما على من كان خلقه القرآن، صلاة وسلاما على من كان مثالا في الأدب وفي التواضع، صلاة وسلاما على من كان لين القلب ولين اللسان. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم، فلما صعد النبي الدرجة الأولى قال اللهم آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال اللهم آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة فقال اللهم آمين. فلما انتهى ونزل رسول الله من على المنبر، سألته الصحابة على أي شيء أمنت يا رسول الله؟ صلي على سيدنا النبي، احنا جايين في حب سيدنا النبي وجايين في حب القرآن، فلما نسمع اسم سيدنا النبي نصلي عليه. فقالت الصحابة على أي شيء أمنت يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى لما صعدت الدرجة الأولى نزل إلي أمين السماء جبريل وقال لي يا محمد خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين. فقال الحبيب المصطفى آمين. ثم صعد النبي الدرجة الثانية فقال له جبريل يا محمد خاب وخسر من أدرك والديه ولم يدخل الجنة، فقل آمين. فقال الحبيب المصطفى آمين. فلما صعد النبي الدرجة الثالثة قال له جبريل يا محمد خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم عليك سيدي يا رسول الله. ونحر في شهر الخير والصيام وشهر القيام والقرآن، شهر البركات وشهر النفحات، الذي قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة. نسأل ربنا سبحانه وتعالى كما جمعنا على حب كتابه أن يجمعنا تحت لواء رحمته، وكما جئنا في هذا المقام القرآني الذي ننقله إليكم عبر الهندسة الصوتية وكبرى قصور الإنارة والفراشة إدارة المهندس يوسف الليسي المقيم بهذه البلدة الطيب أهلها، جئنا نكرم حفظة كتاب الله الذي قال عنهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن،
ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فما صاح بالقرآن الكريم أحد إلا وعظمه وشرفه. نزل بالقرآن الكريم به جبريل فكان أفضل الملائكة وأحسنهم. نزل القرآن الكريم على رسول الله فكان خير الأولين وسيد الآخرين. نزل القرآن الكريم على أمة محمد فكنا خير أمة أخرجت للناس. نزل القرآن الكريم في مكة وفي المدينة فكانوا خير بقاع الأرض وأطهرها. نزل القرآن الكريم في شهر رمضان فكان خير الشهور وأحسنها. نزل القرآن الكريم في ليلة القدر فكانت خير من ألف شهر. فما صاح بالقرآن الكريم أحد إلا وعظمه وشرفه ووقره، لأنه كلام رب العالمين من فوق سبع سماوات. ولذلك قال العلماء: إذا أردت أن تتحدث مع الله فادع الله، وإذا أردت أن يحدثك ربنا سبحانه وتعالى فاقرأ القرآن، لأنه كلام رب العالمين من فوق سبع سماوات. حتى لا أطيل على حضراتكم، كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: ينادى على قارئ القرآن الكريم يوم القيامة ويقول له المولى عز وجل: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالقرآن الكريم ليس كلام في السطور، بل هو نور في الصدور، نور في الدنيا ونور في الآخرة. فاجتهد العلماء فوجدوا أن هناك معجزة إلهية في العد وفي الترتيب، لأنه كلام رب العالمين من فوق سبع سماوات. أنا عايزكم تصلوا على سيدنا النبي توحد الله. اجتهدوا العلماء فوجدوا أن هناك معجزة لا يستطيع فعلها إلا رب العالمين. من المعروف أن القرآن الكريم 114 سورة، القرآن الكريم 6666 آية بعد أهل الكوفيين، القرآن الكريم 77439 كلمة، القرآن الكريم الأوامر 1000 آية، القرآن الكريم النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسخ 66 آية. وحدوا من أنزل هذه الآية، لأنه كلام رب العالمين من فوق سبع سماوات. وكما جئنا في هذه البلدة الطيبة أهلها لنكرم حفظة كتاب الله وقراءة القرآن الكريم، ونحن في شهر الخير والبركة وشهر القرآن، جئنا بدعوة من أصحاب الأدب والواجب آل مشهور أجمعين، وبالأخص السيد المهندس محمد أحمد عبد الحليم مشهور، والسيد المهندس أحمد أشرف مشهور، والأستاذ أشرف محمد أحمد مشهور. جئنا في هذا المقام القرآني الذي أقيم على روح الوالد المهندس صاحب الأدب والواجب والخير والعطاء رحمة الله عليه المهندس أحمد عبد الحليم مشهور. نسأل ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل هذا المقام القرآني في ميزان حسناته، وأن يشفع فيه القرآن، وأن يشفع فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وخير ما نبتدئ به كلام رب العالمين من فوق سبع سماوات. وكما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ينادى على قارئ القرآن الكريم ويقول له المولى عز وجل: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمع ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ الذي تربى وتأدب على مائدة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد مرسي عجيبة المقيم بأبو حماد محافظة الشرقية، ندعوه إلى منصة التلاوة ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد، فليتفضل فضيلته مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن
يصلي عليه وأكرم من يصلي عليه. وقل رب أدخلني مدخل صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل. الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم.
الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم عليك سيدي يا رسول الله، شاكرا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد موسى عجيبة المقيم بأمو حماد بمحافظة الشرقية، الذي حضر إلينا من الباكر ليحيي هذه الحفلة الطيبة، حفل تكريم القرآن الكريم. كما أجدد الترحيب بالمنصة باسم سيادة النائب خالد مشهور صاحب اليد النظيفة، واسم قاضي القضاء في المجالس العرفية صاحب الأدب والواجب الأستاذ محمد عبد الرحمن مشهور، ونشكر العمدة الحاج أحمد عبد الرحمن مشهور والحاج منير مشهور ومعالي اللواء عادل مشهور والأستاذ مصطفى مشهور، وكل من جاء إلى هنا له منا خالص الشكر والتقدير. وخير ما نبتدئ به كلام رب العالمين الذي قال عنه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، الذي علم ولده القرآن ينادى عليه يوم القيامة ويقول له المولى عز وجل، يقول له المولى عز وجل ويلبسهما الله تاج الوقار، أقل ياقوتا فيه خير من الدنيا وما فيها، لأن ولدهم حفظ كتاب الله. أشيد لكم بشرة قبل أن الدكتور جمعة يقول لنا كلمة طيبة، أشيد لكم بشرة قال عنها الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، ما جزاء من علم ولده القرآن؟ فيرد عليه سيدنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه ويقول: إن كلام الله ليس له غاية. ثم نزل جبريل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيسأله النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ما جزاء من علم ولده القرآن؟ فقال جبريل: جزاء من علم ولده القرآن كأنه حج 10,000 عمرة معك يا رسول الله. من علم ولده القرآن كأنه اعتمر 10,000 عمرة معك يا رسول الله. من علم ولده القرآن كان له نورا وبرهانا يوم القيامة، فما بالكم بالذي تعلم القرآن؟ مع كلمة يلقيها علينا معالي الدكتور جمعة سالم فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، نحمد الله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله بعث فينا خير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أنزل علينا خير كتاب أنزل، والحمد لله جعلنا خير أمة أخرجت للناس. أيها الحضور الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله العلي الكريم الذي جمعنا في هذا العمل المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. نرحب بالسادة الحضور القائمين على حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، أهل بيت سعادة المهندس المرحوم
أحمد عبد الحليم مشهور، وأهل بيت عم الحاج عبد الرحمن مشهور. نسأل الله تعالى أن يغفر للسابقين وأن يلحق الذرية على خير بهم أجمعين. أيها الأحبة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الترمذي وغيره وحسنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يلحق المؤمن بعد موته من عمل مصحفا ورثه، أو علما علمه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو ولدا صالحا خلفه. أيها الأحبة، خير ما نسعى لرفعته كتاب الله، فإنه سبب رفعتنا في الدنيا ورفعتنا في الآخرة. وخير شاهد على ذلك قول المعصوم صلى الله عليه وآله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حتى لا أطيل على حضراتكم، أكرر الشكر لله رب العالمين، ثم للقائمين على الحفل الكريم، ثم للقائمين على تحفيظ الطلاب، ثم لأولياء الأمور، ثم لجميع من شارك ولو بكلمة طيبة. نسأل الله العلي الكريم، واسمحوا لي أن ندعو الله تعالى دعاء خالصا نرجو الله القبول منه، لسيادة المرحوم المهندس أحمد عبد الحليم مشهور، وسيادة النائب عميد النواب عم الحاج عبد الرحمن مشهور. نسأل الله تعالى أن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يتجاوز عن سيئاتهما، وأن يجعل العمل الصالح في ميزان حسناتهما، وأن يلحقنا بهم على خير. اللهم آمين. وحتى لا أطيل على حضراتكم مع باقي فقرات الحفل، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شاكرين لمعالي الدكتور جمعة سالم على هذه الكلمة الطيبة، مع كلمة قصيرة يلقيها علينا السيد المهندس محمد أحمد عبد الحليم مشهور، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. كل عام وأنتم بخير. سعدت بوجودي معكم اليوم لتكريم حفظة كتاب الله تعالى، واستكمالا لما تم تكريم أبنائنا من حفظة القرآن الكريم يوم الاثنين الماضي. فقد حرصت على إقامة هذه المسابقة على روح والدي المهندس أحمد عبد الحليم مشهور، ونتوجه بالشكر لأصحاب الفضيلة القائمين على هذا العمل، وجعل الله هذا في ميزان حسناتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر البشمهندس محمد أحمد عبد الحليم مشهور، ونشكر كل السادة الحضور، ونشكر المنصة الموقرة بكل من عليها باسمه وصفته، مع فقرة ابتهالية مع هذا الطالب الأزهري، الطالب أحمد عادل الليسي، ليمدحنا ويمتعنا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا واشرح صدورنا وأنت
الظلام فكان زرعت حروف النور بين شفاهين فتحولت مسكا يفيض بيانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا أنا الأوان لنكمل البنيان. زرعت حروف النور بين شفاهم فتحولت مسكا يفيض بيانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا أنا الأوان لنكمل البنيان. يا رب أكرم من يعيش حياته بدراسة القرآن لا يتوانى. سيدي يا رسول الله يا مكسول متين باب السلام فيك فيك المقام الخليل وحجر إسماعيل فيك لما أراد ربنا ينور أراضيك أسبل عليك الرضا أسبل عليك الرضا وليد النبي فيك وعزلتها فتبسمت فتبسمت فرمى الفؤاد بحبها يبغي وصالا لا 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 لا, لا يريد سواها. هلا عرفتم من تقول حبيبتي ومن التي لبس الفؤاد صلوا لتلقوا في الجنان صلاة صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد. لا وحقك لا أحب أن أكون كما أريد بل مرادي منك أني عن مرادك لا أحيد. يا مرادي بل وعواني أنت لي ركن شديد ليس ينفع بعض مال لا ولا يغني الوليد غير إحسان وفضل منك حقا قد يفيد رحما طاغت غامي يحتمي فيه العبيد. يومها يأتي المشفع فيوافينا السعود وندى العرش ينادي يا رحيما يا ودودا أمتي والناس طرا فيناديه الحميد. يا حبيبي يا محمد قد وعدت كما تريد قم إلى النار وطأها وانهي وأمر يا سعيد وتمنى فوق
فيك المزيد في الضحى في الضحى يا عرش وصف قد وعدت ولا أحيل. سيدنا النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك سيدي يا رسول الله. شاكرا ذلكم الطالب الأزهري أحمد عادل الليثي على هذا الابتهال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. كما أجدد الترحيب باسم النائب خالد عبد الرحمن مشهور صاحب الأدب والواجب في كل مكان. أشكر باسم جميع آل مشهور أجمعين كل الحضور. كما أشكر أيضا شكر خاص للأستاذ محمد عبد الوهاب رئيس مجلس مدينة مني القمح، له منا خالص الشكر والتقدير مع كلمة يلقيها علينا سيادة النائب خالد عبد الرحمن مشهور، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما شهر رمضان يجي علينا كده بالخير وعلى بلدنا السعديين، احلى بلد واحلى ناس وناس حلوة، وربنا يوفقنا معاكم يا رب ودايما في الخير. احنا عايزين السنة الجاية بقى تبقى المحافظين للقرآن، مش عايزين العدد ده، عايزين العدد ده يتضاعف ونعملها زي ما عملنا في أوائل الثانوية العامة، نعملها زيها بالظبط وأكتر، لأن القرآن الكريم أكتر من التعليم، إن هو ده دستورنا الحقيقي اللي ما بيتغيرش واللي احنا ماشيين عليه. وطبعا دي على روح المرحوم عم أحمد عبد الحليم مشهور، ويا رب دايما يجعل الأستاذ محمد خلف وخير خلف وخير سلف وحفيده أشرف وحفيده أحمد أشرف، فيا رب دايما يوفقهم، واحنا تحت امركم ودي بلدكم وبلدنا، واحنا اللي هنخليها تكبر، واحنا اللي هنعمل الحفله، واحنا اللي نعمل كل حاجه، بس انتوا تبقوا في ظهرنا، وعايزين العدد اكتر اكتر بكتير، مش عايزين العدد اللي كرمناه السنه دي، وربنا يوفقنا معاكم. وبشكر الاستاذ محمد عبد الوهاب رئيس مجلس المدينه، الراجل جاي يقول كل سنه وانتم طيبين، فلقى الحفلة ودخل، فشرف لنا حضورك معانا النهاردة وشرفتنا ونورتنا، وربنا يبارك فيكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين وشكرا لكم. شاكرين سيادة النائب خالد عبد الرحمن مشهور على هذه الكلمة الطيبة. والآن مع فقرة تحفة الأطفال، الطالب الأزهري عبد الله محمد ندى فليتفضل مشكورا. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميز الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني، فالأول الإظهار قبل أحرفي
للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إضغام بستة آتت في يرملون عنده قد ثبتت لكن لها قسمان قسم يضغما فيه بغنة بينمولما إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سف ذا فلا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا دع ظالما وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كل حرف غنة بادا. نشكر هذا الطالب عبد الله محمد ندى على هذه التحفة الذي ألقاها علينا، كما أيضا مع كلام رب العالمين بعض من آيات كتاب الله يتلوها علينا ذلكم الطالب أمير ناصر صبحي، يتلو علينا آيات برواية خلف فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب. صدق الله العظيم. شاكرين لذلكم العلم الشيخ أمير ناصر صبحي على هذه التلاوة القرآنية المباركة. ننتقل إليكم إلى فقرة توزيع الجوائز، فنكرم الآن شخصيات من كبار الشخصيات، أسيادنا الذي علمونا القرآن وعلمونا كلام رب العالمين، فضيلة القارئ الشيخ المرحوم أحمد راشد عليه رحمة الله، فله فضل كبير في حفظ الكبير والصغير يتسلمها عنه ابنه المهندس عمر أحمد راشد، فليتفضل مشكورا. نكرم الآن شخصية أحد أعلام القراءات بالمنطقة والأزهر الشريف، وله فضل كبير على الصغير والكبير في حفظ كتاب الله في القرية وفي المنطقة بأكملها وفي المحافظة أجمعين، وتعلم على يديه كثير من القراء والعلماء في علم التجويد وعلم القراءات المتعددة، فضيلة القارئ الشيخ صبحي عبد الحميد حسنين، فليتفضل مشكورا. له منا خالص الشكر والتقدير والاحترام. نكرم الآن شخصية له فضل أيضا في حفظ كتاب الله وتحفيظ شباب القرية والمنطقة بأكملها، فضيلة الشيخ علي عبد الواحد، فليتفضل مشكورا. كل الشكر والتقدير لسيدنا عم الشيخ علي، ربنا يبارك فيه لأنه له فضل كبير في حفظ كتاب الله. أكرم أيضا سيدنا له فضل كبير في حفظ كتاب الله، فضيلة الشيخ يوسف عبد الموجود، فليتفضل مشكورا. له منا كل الشكر والاحترام والتقدير، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ننتقل إليكم إلى مستوى القرآن الكريم كاملا بالروايات. المتسابق الأول ياسر فكري البهنساوي، فليتفضل. له منا كل الشكر والتقدير. عبد الله أحمد ياسين، فليتفضل مشكورا. عايزين تشجيع لأهل القرآن لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. عبد الرحمن أحمد ياسين،
القارئ أمير ناصر عبد الحميد. حفصة عمر راشد حفيدة سيدنا الغالي أحمد راشد عليه رحمة الله تعالى. راشد محمد راشد. عايزين تشجيع لأهل القرآن لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته الذي اختصهم المولى عز وجل ليحملون كتاب الله. راشد محمد راشد. عبد المعز أحمد راشد بدر. المتسابق عبد الله عاطف الشافعي. المتسابق عبد الله محمد ندى. المتسابق محمد عبد الغفار محمد. المتسابقة سجدة ناصر زكي. المتسابقة تسنيم عبد الله الرسلان. كل الشكر والتقدير في مستوى القرآن الكريم كاملا بالروايات لهم منا خالص الشكر والتقدير والاحترام والعرفان. ننتقل إليكم إلى مستوى القرآن الكريم كاملا. المتسابقة الأولى آية محمد عزت زكي. عايزين تشجيع يا جماعة كده، ده أهل القرآن هم أهل الله وخاصته الذي اصطفاهم المولى عز وجل عن سائر خلقه. المتسابق عبد الله ضياء إبراهيم. المتسابقة فاطمة صبحي راشد. المتسابقة هدير حمادة عبد الحليم. المتسابقة سارة عبد الفتاح عبد المنعم. المتسابقة رفيدة محمد خليفة. المتسابقة شروق علي عبد الظاهر. المتسابقة هاجر شاكر عبد الحسين. المتسابقة مريم عبد الغفار محمد. المتسابق ياسين رامي عبد الحليم. المتسابقة أسماء محمد أحمد عبده. محمد سعيد شحت النادي. المتسابق محمد أحمد سمير محمد. المتسابقة بسملة ضياء إبراهيم. المتسابقة منى مختار بسيوني. المتسابقة حسناء علي عبد الظاهر. المتسابق محمد تامر محمود. ده مين ده يا جماعه؟ انت كده قول لي انا اللي احنا بنتكلم فيه.
المتسابق محمد تامر محمود محمد. المتسابقة مريم السيد محروس. عايزين تشجيع يا جماعة. المتسابق محمود حمادة عبد الغفار. محمد رضا علي حسن المتسابق. المتسابق كريم هاني كريم. كل التشجيع لكريم يا جماعة. المتسابق عبد الرحمن ماهر عبد الظاهر. المتسابقة إيمان صبحي محمد عبد الحليم. كل الشكر لمستوى القرآن الكريم كاملا، لهم منا خالص الشكر والتقدير والاحترام لأهل القرآن. المنصة الكريمة تستريح. بإذن الله ننتقل إليكم إلى مستوى 20 جزءا من القرآن الكريم. مستوى 20 جزءا من القرآن الكريم. المتسابقة هويدا عادل السيد حصلت على المركز الأول في هذا المستوى. المتسابقة الثانية رحمة رمضان زكي حصلت على المركز الثاني في هذا المستوى. المتسابقة الثالثة ملك جمال عبد الناصر. عايزين تشجيع يا جماعة كده. المتسابقة منى جمال عبد الناصر. تشجيع يا جماعة. كل الملك يعني لها منا كل الشكر والاحترام والتقدير. المتسابق يوسف هاني علي. المتسابقة زينب علي عبد الشكور. المتسابقة حبيبة أشرف السيد السواح. عايزين التشجيع يا جماعة كده. كل ما ننزل بالمستوى التشجيع يعلى عشان خاطر هم يعلوا بالقرآن ويعلوا بالحفظ. المتسابقة رقية أحمد بركات. يعني كل ما ننزل في المستوى نعلى في التسقيف. المتسابقة أمنية عبد النبي رجب. المتسابقة خديجة عاطف الشفعي. المتسابقة
المتسابقة عائشة أشرف شحتة. المتسابقة زهرة محمد حسين محمد موسى. المتسابقة مجد شريف نصر. ما شاء الله البنات يعني مستولين على المركز العشرين ده، العشرين جزء ما شاء الله. مجد شريف نصر. المتسابق محمد خليل عواد. حازم محمد ناصر. حازم محمد نصر. المتسابقة آية هاني عبد الله. كل الشكر وكل التقدير لحفظة كتاب الله أختها التوأم منا هاني عبد الله. أستاذ هاني عبد الله له منا خالص الشكر والتقدير. المتسابق فتحي حسين. فتحي حسين. المتسابقة ندى وليد عبد الله. المتسابق حازم طارق لطفي. المتسابقة هاجر وليد وجيه. المتسابقة فاطمة جميل لطفي. احنا عايزين تشجيع يا جماعة عشان محدش ييأس، ده أهل القرآن، هم أهل رب العالمين الذي اختصهم المولى عز وجل. المتسابقة سلمى هاني إبراهيم السيد. المتسابق محمد محب عبد الحميد عبد الصادق. المتسابق أحمد أشرف صبحي. المتسابق عمر محمد إسماعيل. المتسابق أحمد فتحي إبراهيم عبد الفتاح. صلوا على سيدنا النبي. مريم أحمد عبد العزيز محمد. سلمى فوزي عبد العظيم. المتسابقة ندى طارق سعيد. المتسابقة فاطمة محمد عبد المنعم. المتسابقة حبيبة محمد عبد المنعم. المتسابق علي أحمد أحمد ياسين. المتسابق عبد الله حمادة وحيد. المتسابقة خديجة هاني عبد الله. المتسابق رضا أشرف رضا. المتسابق محمد عاطف الشافعي. عايزين تشجيع يا جماعة، احنا ما ننامش.
المتسابقة رقية عبد الفتاح عبد المنعم، بارك الله في أهل القرآن أجمعين. المتسابق محمد عبد الفتاح، المتسابق محمد رؤوف كمال، المتسابق يوسف فتحي صلاح، المتسابق أحمد خالد الشفعي، بارك الله في أهل القرآن أجمعين. المتسابق أدهم فتوح علي، المتسابقة مريم أسامة محسن، المتسابقة فاطمة رأفة الحسين، المتسابقة حبيبة شريف عبد الناصر، المتسابقة حبيبة أحمد فتح الحداد، المتسابقة روضة مختار فيصل. كل الشكر والتقدير لمستوى 20 جزءا، وبارك الله في أهل القرآن. منصة الكريمة تتفضل. فقرة ابتلاهية مع الطالب أحمد الليسي ليمتعنا بمدح الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فليتفضل مشكورا. بإذن الله تعالى كل اللي تكرمهم بإذن الله في صورة جماعية مع سيادة النائب خالد مشهور ومع المنصة، فمحدش يمشي بإذن الله في صورة جماعية لكل اللي فاز في المسابقة. سيدي يا رسول الله، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم خجل البيور، وإذا ركع سجد يقول أمتي يا غفور، يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك، يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك، بحملك لمحمد رب السماء والنات، بالمصطفى سعدك وعجب لما حملت في رجب، وما تري منه تعب هذا نبي زاك، شعبان شهر ثاني والنور منه باني، هو صاحب القرآن وربنا أعطاك، رمضان
شاملك بسيدنا فاك محرم جاءت بالندى مبشرا بأحمد محرم جاءت بالندى مبشرا بأحمد وما تري منه رادا هذا نبي زاك وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا آمنة جمال نور ربي أجساك ولد النبي مخطونا مكحلا مدهونا بحادق مقرونا وحسن وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتحملنا الجنة برغم من عداك سيدنا النبي صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. شاكرا فضيلة الشيخ أحمد على هذا الابتهال في لفتة إنسانية. طالبة حفظت كتاب الله تهدي شيخها الطالبة هاجر شاكر عبد الحسيب تهدي شيخها فضيلة القارئ الشيخ محمود سعد هذه الهدية القيمة فليتفضل فضيلة القارئ الشيخ محمود سعد له منا خالص الشكر والتقدير والاحترام. طالبة هاجر شاكر تهدي شيخها محمود سعد هذه الهدية. نكرم الأستاذ إيهاب بدر فليتفضل مشكورة. الشيخ أحمد سرارة فليتفضل مشكورة. نشكر اللجنة المنظمة لهذا الحفل وعلى رأسهم الحاج محمد عبد الرحمن مشهور الأستاذ إيهاب بدر الشيخ أحمد سراري الأستاذ حمادة ندى الشيخ جمعة سالم الأستاذ عبد الله جمال وكل مشايخ القرية أجمعين لهم منا خالص الشكر والتقدير والاحترام والعرفان. نشكر الهندسة الصوتية وكبرى قصور الإنارة والفراشة المتنقلة والحديثة أولاد الليسي إدارة المهندس يوسف الليسي المقيم بهذه البلدة الطيبة أهلها. نشكر مصور هذه الليلة المهندس ناصر صلاح المقيم بالزقازيق وشكر الله لكم جميعا.